اهلا، قديه صار لك عايشه بباريس؟ 3 ans. شو بتشتغلي؟ بشتغل سيرفيس في اوتيل. وليه ما بتشتغلي ببلدي؟ ليه جيتي لهون؟ والله ما فيش خدمه عندنا في البلد، و اون بليس هذه الخدمه بيقولوا عليها عيب. طيب ثانك يو. Qu'est-ce que mes projets à venir à Paris? Il n'y a pas de différence entre Paris et notre bled là-bas. C'est un unique peuple. On a vécu toute notre vie avec eux et on parlait leur langue et on connaissait mieux quand même. Taïb, thank you. حياتكم بسيطة. تعملي اللي بدك إياه. ما حدا بيقول لك شو لازم تعملي وشو ما لازم تعملي. بدك تحبي بتحبي، بدك ترقصي بترقصي، بدك تشلحي ثيابك وتمشي بالشارع بالظلط، تشلحي ثيابك وبتمشي بالشارع بالظلط. جيت لهون من شان الحرية، انفلات، حب والسعادة. شو بتشتغلي؟ أي شي بطلع مصاري. عمري ما حسيت بأنها هذه بلادي. جيت هربانة من اخواتي الرجالة اللي كانوا باغين يقتلوني عشان حبيت ولد جيراننا. هربت منهم وجيت لهاد البلاد ودورت لي على اي شغل انا باش نعيش، ونحمد الله بشتغل في بوتيك. وكم خي عندك؟ 8، 3 رجالة وخمس بنات، انا صغيرة فيهم. وبيك عايش؟ لا مات. وأهلك ما بيعرفوا عنك شيء؟ لا، أمي تعرف وببعت لها فلوس عشان تصرف على أخواتي. مش قلتي لي إنه أخواتك رجال؟ إيه، بس ما بيشتغلوش. وهن عارفين إنك عم تبعتي لهم مصاري؟ أكيد عارفين، بس بيستعبطوا. الفلوس بتنسي الناس كل حاجة. اشتقتي لبلديك؟ عمرها ما راحت من بالي لحظة واحدة. انت لبنانية مش كده؟ بتحبي الكسكسي؟ كثير. بتعرف تعملي كسكس؟ طبعا بعرف. طب انا عزماكي على الكسكس. ايه؟ عشان حبيت ولد جيراننا. وشعي الجنب تحسي كده ان كلامها طالع من قلبها. انا لازم اشوفها. انا حاسه ان انا لو رسمتها لوحتها هتبقى اهم لوحه في المعرض. انت تعرفي مكانها؟ اكيد، ولو عزمتني لعندها وقالت لي انه بتعمل اطيب اكل كسكس بباريس. بتصل فيها هلا وبنروح لعندها. شفت يعني حلوة ازاي؟ انا لازم ارسمها. اهلا اهلا، صباح الخير. مرحبا بكم، البيت نور. بعرفك على عايدة صديقتي ورسامة من مصر. اول ما شفتك بالانترفيو قالت لازم ارسمها. ترسمني انا؟ سابت كل البنات الحلوه اللي في باريس وترسمي انا. طبعا، ده انت زي القمر. تفضلوا تفضلوا، مرحبا بكم. حالا نحضر لكم العشاء. هي غنيه قوي كده؟ مش معقول. شو طيب الكسكس؟ اطيب كسكس لقيته بحياتي. على فكرة رح يكون عندك زبونة دايما من هلا ورايح، بدك تحملينا. عندنا بقى في مصر بناكل الكسكسي بالسكر. عندكم كل حاجة بالسكر. وأولهم انتي. ادفو دموازيل ومدام. أنا عايدة، عايدة وبس، لا دموازيل ولا مدام. أنا بقى أكلت أكل بكفينا أربع أيام. بالهنا والشفا يا الحبيبة.
ميرسي. شقتك حلوه قوي، تكسبي كويس؟ بكسب، دفعت فيها غالي بزاف. وحده منا بهاد الغربه تلقى نفسها ضايعه، ما تعرف تقول ايه ولا لا. اللي تشوفه قدامها ممكن يريحها كتعملو. الا جات تعمل حساب لكل حاجه عمرها ما تفلح، وخاصه انك عايشه بمجتمع ما في حدا يراقبك، ولا خي حد يقلك شو لازم تعملي وشو ما لازم تعملي، ولا اهلي حاسبوك على كل خطوه عم تعمليها. سيبك من الكلام ده دلوقتي وسيبيني اسال سعيد. ها هتجيلي الاستوديو امتى عشان ابدا ارسم؟ ميعاد معرضي قرب. ويلي ويلي، ما نقدرش نجيلك من غير ما ناخذ اذن من عند السي علي، راه كيحاسبني على كل خطوه كنعملها. ليش انت مجوزه؟ قدري تقولي ولي امري او الرئيس بتاعي في الشغل. ما نقوم نعمل لكم كوبايه شاي خضر من هنا. ما تقلقيش، انا ممكن اروح له واقنعه وحيوافق ان شاء الله. عبالي كتير اسمع شي لأم كلثوم، عندك شي شريط؟ واللي غنيكم أم كلثوم. وبتغني كمان؟ وأم كلثوم مرة واحدة؟ يا سلام. طب غني لنا يلا. يلا غني يا سعاد. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. المغنى حياة الروح يسمع العليل تشفيه، المغنى حياة الروح يسمع العليل تشفيه، وتداوي كبد مجروح تحتار الأطباء فيه، وتخلي ظلام الليل في عيون الحبايب ضي. شوي 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 شوي، غني لي غني وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. سعاد اجي اجي اجي. بخافوا منك، وما تنسى نحن بعصر مليان زعران. على رأي عارفة يا أمل، سعادتي بتفكرني بنص بنات مصر اللي بيدوروا على راجل يتحموا فيه وخلاص، دل راجل ولا دل حيطة. مانيك شايفة هذا اللي معي اللي مسميته ريس تبعة؟ شكله مثل الحيطة تمام. البنت دي جواها حاجة حزينة نفسي أعرف. ومين منا ما في شي جواته حزين؟ تفتكري وجودنا في فرنسا حيغير فينا حاجة؟ هذا سؤال صعب جاوبك عليه هلا، لأنه كتير جوعانة ولازم روح على جريدة هاللحظة. فلسطينيين من القدس، انا متابعه كل تحقيقاتك في التلفزيون، وانت الوحيد اللي ممكن تساعدينا وتوري الناس الظلم والكوارث اللي عم تحصل لينا. طلعي شوفي هالصور. حديشي حاسس فينا، ما حديشي بيوقف جنبينا، الكل خايف منهم ومن نفوذهم. بنتي ماتت قدام عيني يا صغيرتي يمه.
يا نار وقايدة بعجاي يمه. انا ما بخلش على القدس بولادي، لو كانوا كبار كنت زفيتهم بيدي بيدي للشهاده بدت رام القدس. بس اني صغار ما لهم ذنب، اللي ما عاد في رحمه ولا انسانيه ولا الله نسانا. استغفر الله العظيم. انا فايت اشوف رئيس التحرير. تفتكر الرئيس ممكن ينشر صور زي دي؟ تفتكر دي خبطه صحفيه بالنسبه له؟ اذا ده حصل تبقى الدنيا اتغيرت، مستحيل الدنيا تتغير. عايزانا نعمل ايه؟ ننشر الصور في الجورنال ونكسب عداوه الناس في فرنسا واوروبا كلها؟ ما انت عارفه في المواضيع دي الحريه محدوده جدا، وفي توازنات لازم نعمل حسابها. توازنات شو؟ الناس عم بتموت، ونحن كجورنال عربي توصلنا صور من هالنوع بتعكس الواقع والحقيقه من كبه نتجاهلها؟ واجبنا الصحفي نحافظ على موقعنا هنا في باريس، وما نغلطش اي غلطه ممكن تودينا كلنا في داهيه. طيب عن اذنك ارجعي للست دي طمنيها بكلمتين حلوين وقولي لها ان احنا هنهتم بموضوعها. يعني هذا اخر كلام؟ نسيتيني كنت عايز اقول لك ايه. قدرت اخد موافقه الزعيم اللبناني بشاره ان هو يدينا حوار ينفرد بيه جورنالنا، كده تبقى اكبر ضربه صحفيه تهز العالم كله. بشاره؟ هيدا سفاح ومسؤول عن نص المجازر اللي صارت بلبنان. عظيم، انت بشطارتك هتخليه يتكلم وهتطلعي منه العجايب. على فكره ده طلبك بالاسم. اللي هو بيعرفني ليطلبني بالاسم؟ ضروري شافك في حته او شاف البرنامج اللي انت بتقدميه في التلفزيون. ده راجل نمس ما بيفوتش حاجة حلوة أبدا. وشو خص الحلاوة بموضوعنا أستاذ حسام؟ الحلاوة يا أمل تفتح كل الأبواب. رئيس التحرير اهتم كتير بموضوعك وصوريك، ونحن كمان رح نعمل اللازم. عن جد؟ ولا يهمك، ما تعطي الهم. الله يحفظك يا بنتي، أنا كنت عارفة إنه الله ما راح ينسانا وإنه الدنيا لسه فيها نخوة وشهامة. بخاطرك يا بنتي. مع ألف سلامة. طبعاً كذبتي عليها. شو كنت بقدر أعمل غير هيك؟ تعرف مع مين رئيس التحرير بده ياني أعمل انترفيو؟ مين؟ بشارة أبو زعتر. بشارة أبو زعتر؟ ده أغزر بني آدم شفته في حياتي، مسؤول عن نص جرائم لبنان، بيتاجر في المخدرات والسلاح. راجل زي ده هيكون عنده يقول. شو عرفني أنا؟ على كل حال ما جاوبته إذا رح روح ولا لا. أنت مش عارفة سمعته، كان لازم تقولي لا. وبعدين اشمعنى أنت؟ كمان طلبني بالاسم. يبقى عجبتيه. هو رئيس تحريرنا بقى قواد على اخر الزمن ولا ايه؟ خلص كمال، بكفي. رفت الشرطة. انا Thank you.
ايوه، اي خدمه يا مدام؟ انا عايده صالح، رسامه من مصر. في الحقيقه انا جايه استاذنك تسمح لي ارسم سعاد عشان لوحه للمعرض بتاعي. ايش معنى سعاد اللي هترسميها؟ وشها جميل ومعبر وعينيها بتقول حاجات كتير. دخلت لدماغك. انا جايه استاذنك ان سعاد تجيلي المرسم كل يوم. كل يوم؟ لا يا مدام، ونعمل ايه مع الزباين تاعي؟ فصلهم ولا خيط لهم ولا اعمل ايه؟ لا 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 يا ستي يا مدام، لاقي موديلاتك في حته ثانيه، رم هناك في الشوارع مثل القطط. سعاد نعرف يا دي، شو اللي عرفك بيها؟ اهلا ست عايده، تفضلي. ازيك يا سعاد؟ الحمد لله. انا مستعده ادفع لك نص الاجره اللي بتديها لها اثناء جلسات الرسم، وبكده نبقى خالصين. خالصين؟ يعني ايه؟ انت بس امر، ايه اللي يرضيك وانا تحت امرك. انا شيء اللي بجنني هو ايش معنى سعاد بالذات؟ عشان شايفه في وشها كل مأساة الغربه. وهي اللي اشتكت لك على حالها؟ لا يا سي علي، الرسام بيشوف ويقرا للناس التانيه ما بتقدرش تشوفه. عشان كده انا جايه استاذنك، لان سعاد قالت انها مش هتعمل حاجه من غير رضاك. سعاد اصيله بنت الاصول، لكن ما نحبش تغيب عن المحل اكثر من ساعه، ساعة زمن. والأجرة 400 فرنك. وأنا موافقة على كل طلباتك. واشتغلت عنده في البوتيك، حبني، بس جالي ما يقدرش يتجوزني عشان متجوز وعنده أولاد. كنت عايزة أعيش والسلام، أو جاب لي الشقة اللي شفتوها ويجي بات عندي كل يومين، يعطيني فلوس بقطارة. ما بقيتش طايقة غيرته عليا، ويمد إيده عليا كل ما يحس إن حضع مني. أنت عمرك ما حبيت يا سعاد؟ حبيت والجيراننا، بس ظروف كتيرة فرقتنا، ما قدرناش نتجوز. كان فنان، هو اللي علمني أصول الغنى، بس راح وضاع زي كل الأحلام الحلوة، منهم الله أخواتي. طب وهنا في باريس ما حبيتيش حد؟ في روجيه، شاب فرنساوي عنده محل قصاد محل سياني، بحس إنه قلبه حنين وبرتاح لكلامه، لكن ما قدراش نجلس معاه. أصلا ما تعرفيش السياني ممكن يعمل فيها إيه لو يعرف إني كنكلمه. أنت مش عارفة تخرجي من السجن اللي حطيتي نفسك لا هنا ولا في بلدك. أمال جيتي باريس ليه؟ عشان تحبسي حريتك وإرادتك؟ ما ترجعي بلدك أحسن. تعرفي يا عايدة، أنا ابتديت أحس إن بعيش دنيا جديدة من يوم عرفتك أنت وأمل. حقيقي أنا مش من مستواكم. عيب تقولي كده يا سعيد. أنا عارفة أنا أي عايدة، عشان كده أنا بحس بالفخر عشان قبلتوني صاحبة ليكم. أنا خايفة كتير على أمل، حاسة إنها لسه ما خرجتش من كابوس الحرب اللي عاشته في بلادها، حاسة إنها تايهة وحيرانة
عاملة نفسها متحررة وواثقة من نفسها، بس هي بتتحرق من جواها. أنا فاهمها كويس عشان أنا بتحرق زيها، بس أسبابنا مختلفة. انتي مدهشة يا سعاد. انتي عارفة بس إيه اللي ناقصك؟ إنك تعرفي انت شعرك بعد الكرسمة ولا مازال؟ لا باقي شوية. أنا عرفت شكون اللي عرفكم بها. هذيك اللبنانية، هذيك المجنونة، هذيك كلكم في حال بحال زي بعض. بتضلوا تصرحوا في شوارع باريس مثل القطط طول الليل، تقلبوا على أي رجل يريحكم. عيب السي علي، عيب تقول هالكلام. أنت ما لميتنيش من الشوارع؟ نسيتي الأفعال الشيطانية اللي عملتيها باش نعيش معاك. ده اللي يعجب النساء. خلينا من هذا الحديث، يلا نتكلموا لغة أخرى. تعالي 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 تعالي. Une chambre pour deux heures. Chambre numéro 16, troisième étage. Les clés? Toutes les portes sont ouvertes. Et bonne bourre. Thank you.
ازاي سكتيله؟ مش كفايه انك عايشه معاه وهو قد ابوكي بتخدميه وتدلعيه وهو بيعاملك زي ما تكوني جاريه عنده؟ اش نعمل؟ واروح فين؟ فوقي لنفسك يا سعاد، حاولي تطالبي بحقوقك. هو مش مأجر لك شقه؟ ليه ما يكتبهاش باسمك؟ ليه ما يفتحلكيش حساب في البنك؟ هو مش بيقولوا انه لمك من الشارع؟ يبقى تحاسبيه بقى زي بنات الشوارع، ما دام هو اللي عايز كده. مش هيرضى، هيطردني لو قلت له الكلام ده. يطردك؟ هو هيلاقي فين واحده في جمالك وشبابك قبل تعيش معاه خدامه ومديره اعمال؟ حاولي تكوني شديده معاه، هدديه انك هتسيبيه وهتشوفي. النوع ده من الرجاله انا عارفاه كويس. يا ريتني كنت كده زي ما انت شايفاني يا عايده. انت احسن من كده كمان الف مره. الجائزة دي انت اللي تستحقها، لكن الظاهر ان احنا في عصر الستات. هو ده مكان بوس؟ كفاية النهاردة كده يا سعاد، نكمل بكرة ان شاء الله. مبروك يا مدام عايدة. ميرسي قوي. إدارة البعثات وافقت على بعثتك لفرنسا، وأنا واثق ومتأكد يا أستاذ خالد إنها هتطور رقبتنا هناك. متشكرة قوي يا أستاذ صلاح. على فكرة ما تنسيش تمري على الإدارة بكرة عشان تخلصي باقي الأوراق. إن شاء الله. سلام. مش عايز اقول حاجه قدام الراجل، بس هي كلمه واحده. مش هتسافري يعني مش هتسافري. انا اتجوزت واحده تربي ابني، مش واحده تتصرمح في بلاد بره. ولعلمك لو سافرتي مش هترجعي البيت ده تاني، وابنك مش هتشوفيه تاني. سعاد، سعاد، سعاد،
اللي هنا يا فجرة. فاضيين طقي مع الجيران. شو فكرت تعملي مع ذاك الكلب روجي؟ اندوي. تخرجي من هنا فورا الى الشارع اللي هو مطرحك. واقفة تتحلوني مع فرنسا وياك. هادو ما عندهم غير السرير. اشتقتي للسرير الغرب اللي انا نجيتك منه ياك. انت قبيح. وليتي كتغرب. امان. رئيس التحرير بيدور عليك بصوت. مالك مش على بعضك ليه؟ لا ولا شريك بس شوية تعب. خلينا نشوف شو بده. خايف اطلع بعض. تسأل مالك؟ قلت تسأل كلنا مالكم. يا عبد الله مالك انت كمان؟ ولا حاجة. ليس في الإمكان أبدع من ما كان. صاحب الشقة اللي أنا قاعد فيها طلب مني مهلة أسبوع عشان أسيبه. ليه؟ أسأله. يمكن لوني ما عاجبه. أو اسمي ما عاجبه. المهم أنت هتعمل إيه؟ ولا حاجة. وأنا قادر أعمل حاجة. ده كان يوم أسود يوم مسجد بلدي. على فكرة حسام أخذ لي موعد مع بشارة بكرة الساعة 12. أنا حكلم حسام وحروح بداله. ده اختصاصي. ما تخاف علي. أنا قبضاية وبعرف دافع عن حالي. تدافع عن نفسك مع راجل لا عنده مبادئ ولا اخلاق ولا كرامه. وانت شو عرفك فيه؟ انت نسيتي ان انا عشت في لبنان 5 سنين وقت الحرب عشان اراسل الجريده بتاعتي. وقتها كان في عز جبروت وكل ملفاته الوسخه كانت عندي. صحيح. انت شو يلي خليك تبقى بلبنان كل هالفتره؟ حظي بقى. تاني يوم وصلت المطار اتقفل والضرب اشتغل على ودني. ما كنتش عارف اعمل ايه ولا اطلع ازاي. وليه ما حاولت تهرب عن طريق البر؟ لاني بحب مهنتي. حسيت اني هبقى جبان لو ما غطيتش الاحداث المهمه دي. وقعدت هنا 5 سنين. كانوا احسن 5 سنين في حياتي. شفت فيهم حاجات عمري ما تخيلت انها موجوده. مشان هيك انا بدي اتعرف عليه وشوفه. إيه انت عنيده ومجنونه. يمكن عشان كده بحبك. على فكره بكره افتتاح معرض عايده. بدي اياك تيجي تغطيه تعمل لها صفحه كتير حلوه. شفت يا باريس عملتي فينا ايه؟ اللي بيكتب في السياسة عاوزاه يكتب في الفن، واللي بتكتب في الفن عاوزة تكتب في السياسة. ليش لا؟ مش نحن جورنال عربي؟ أنا تعبتك معايا قوي النهاردة يا سعاد. عيب تقولي هكذا يا عايدة. إن ما تعبتش عشانك حتعب لمين؟ ما خلاص ما بقى لي حد غيركم. من بعد ما رماني السعالي في الشارع. الحمد لله إنها جت مني عشان أنا عارفة إنك كنتي عمرك ما هتتجرأي وتسيبيه. ولا يهمك. تنامي عندي هاليومين لك تلقيتي لك حلة. الله يا ربي هنقنش حطت كده يمين وشمال. يا عيب الشوم عليكي. بتسمي النومي عندي شحتتا؟ Félicitations, madame. Grand succès. Merci. Allô? Allô? يا ريتني عمري ما سبت بلادي وجيت هنا. أدي آخرتي. آخرتك شو؟ قولي بدايتك يا ذكية. الشاطر منا يلي ما بيطلع لورا.
تعرف يا أمل، أنا أحيانا بقول لنفسي يا ريتني ما كنت جيت. أنا لو ما جيت كنت هلأ تحت التراب. كل البنات اللي عرفتهم من بلادي تشردوا، ما فيش إلا القليل جدا اللي عرف يواجه الحياة هنا. فاكرين جو ياكلوا في باريس؟ باريس كلاتهم ورمتهم عظم. ما بتصور هالكلام مزبوط. أنا بعرف كتير ناس تركوا بلدهم وشقوا طريقهم ونشحوا وصاروا حتى أحسن من الفرنسويين. طب خلاص خلاص، خلينا نقوم نكفي شغلنا، نخلي عايدة تشوف حالها. أوكي يلا. Orangez cette fleur, s'il vous plaît. Ça va. Merci. متأكدة مش حتقل عليك؟ ولو عيب عليك. روحي روحي على الأبرتمان جيبي أغراضك وتعي، ورح تشوفي إذا ما رجع لعندك راكعة أجري ما بيكون اسمي أمل. ربنا يخليك لي. بص هنا شوية. كمال ده طلع مفاجأة. أنا كنت فاكرة كل اللي بيشتغلوا في السياسة ما لهمش في الفن. يا ما في الجراب يا حاول. كمال تعال أنا عايزك. تعال. هي سعاد ما جاتش معاكي ليه؟ راحت على الأبارتمان تجيب أغراضها ونطرتها شوي وبعدين خفت ما أتأخر فضلتني جاية لهون. يا خوفي يكون سي علي ده شافها وخلاها تغير رأيها تاني. ها يا ترى اتفقتوا على اللوحات اللي عايده عايزه تنشرها عندنا في الجورنال؟ عايده بصراحه انا عمري ما كنت فاكر انك فنانه كويسه للدرجات. ميرسي يا كمال. صاحبتي اكيد بتكون كويسه للدرجات. ميرسي يا حبيبتي ربنا يخليكي لي. عشان كده المعرض اللي فات بهدلتيها فيه وقلتي عليها ما بتعرفش ترسم ولا حاجه. انت لسه فاكر؟ على العموم انا سعيده بالنقد اللاذع ده اللي خلانا في الاخر بقينا اصحاب. مش بيقولوا ما محبه اللي بعد عداوه؟ انا هخرج منها وبيكتبي انت الموضوع. لا يا كمال عشان خاطري المره دي انت اللي تكتب. طيب. بعدين المعرض ده مفاجاه حقيقيه، في مزيج رائع بين الشرق والغرب. بالمناسبة اللوحة دي عجباني قوي، ممكن احجزها؟ للأسف حضرتك اخترت اللوحة الوحيدة اللي مش للبيع. ليه؟ عايز احتفظ بيها لنفسي. هو مش من حقي ولا ايه؟ على فكرة انا عزمتك الليلة على العشاء. اي ساعة هو بسكر المعرض؟ لا 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 لا، انا اللي عزمكم وفي مطعم يجنن. لا معلش، هو انا سبقتكم، انا عزمت المدام على العشاء وهي وافقت. عظيم، نحنا رح نروح سوا هيك بنوفر عليك اكتر كمان. يلا باي. وانت ايه اللي خلاك متأكد قوي كده اني هقبل دعوتك؟ واحد عجبه شغلك وعايز يعرفك اكتر، وبعدين مش كفاية رفضت تبيعي لي اللوحة كمان هترفضي عزومتي على العشاء؟ انا عادي عليك كمان ساعة لما المعرض يقفل. اوكي.
عمري ما تخيلت انك متدينه للدرجه دي. لو ما شويه ايمان اللي عندي كنت خلصت من زمان. تحبي تدخلي جوا شويه؟ كل ما اشوف كنيسه بتذكر حريصة بلبنان. كنا انا وفريد اكثر محل نحب نروح عليه. انت لسه بتفكري فيها امل؟ مشكلة انه ما بعرف اذا كان عايش ولا ميت. اوقات بحسه حدي، اوقات كتير بحس انه ما بقى رح شوفه ابدا، وانه ضاع مثل كل شيء حلو راح من حياتي. مش ممكن تستمري كده، لازم تطلعي الموضوع ده من دماغك. خدني على البيت وتعزميني على فنجان قهوة. بأمرك. ايه ده 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 ما بحيت عرفت راتب ابارتمون تبعي. تفضل. لا 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 ما تتبيش نفسك، انا هقعد على الارض. طب اوكي. ودي عطاين. رح اعمل لك قهوه. لا لا القهوه هتفوقني. تعالي اقعدي جنبي. واضح انك بتقري كتير. بنسى همومي، برجع لبيروت اللي عمرها ما راحت من قلبي. احلى بلاد الدنيا واجمل ايام قضيتها فيها. اقولك الايام اللي راحت ممكن ترجع مره تانية. لبنان هترجع من اول وجديد، والحرب دي هتبقى ذكرى قليله. انا خايفه من يلي راح، خايفه من يلي جاي. مش انت اللي تقولي كده، انت اقوى بالظاهر، بس انا من جوا مكسوره بحاجه لحمايه. انت الوحيد اللي بتقدر تحميني. بدي اسالك سؤال. بتجاوبنا عليه بصراحه. في حدا بحياتك؟ كان في واحدة فرنسوية اسمها باسكال، كانت بتشتغل معها في الجورنال. قعدنا مع بعض سنتين، اضطرت تسافر عشان تروح أمريكا مع أهلها. وليه ما تجوزته وما دام بتحبوا بعض؟ لأني كنت بحبها فعلا، لكن ما كانتش الست اللي عايزها تبقى أم ولادي. برا، طلع برا، ما حدا رح يقدر ياخد محله.
حتى لو كان عايش. عايش ومش انت اللي رح تخليه يموت، انت بتكرهه. بس انا رح فتش عليه ولاقيه واثبت لك انه بعده عايش. فوقي نفسك بقى. فريد اتخطف في نص الحرب في لبنان، واللي بيتخطف في الحالات دي ما بيرجعش ابدا. بليز رد علي، انت بتعرف انه ما لي حدا غيرك بالدنيا. بليز رد علي، رد علي، رد علي. مش عليا نسيبك زعلان. سعاد سعاد انت طويل واحنا مع بعض ولا استطعتي فهمي طبعي. انا كان حبك يا سعاد، حبي لك مثل الطفل. مش نحكي غير عليك. ارجوك قبلي مني هالهدية كدليل على معزتي لك. تفضلي افتحيها وتشوفي مقدار معزتي لك. يا رأيك حلوة زوينة. زوينة بس شريتها بألف فرانك. شوف هالسعلي، احنا لازم نكونوا صريحين مع بعض باش نقدروا نكملوا. كتقول كتحبني ما تقدرش تزوج بيا. يمكنش، وهذا أكبر دليل على معزتي لك. ماشي قلت لك مرارا وتكرارا. ورضيت وأنا عايشة معك، ولكن بغيتك تأمن لي مستقبلي. هو أنا لاصق وأنت لاصقة، شو بينا بين القاضي؟ كيف معاك؟ وأنت كل ما تغضب مني تطردني، بحال ما نكون خدامة عندك. انت جرحتي كرامتي بزاف قدام الناس كلهم، وهذا ما ننساهش عمري كله. وهذا هو السبب على جيت نعتذر ونطلب المسامحة ونقدم الطاعة. لا، اللي فات ما يتنساش. كم مرة كذبتي عليا وثقت بيك وما تضحكش عليا بفلوسك. روشي هو اللي طمعك باش وعدك هاد الكلمة. هذا خلينا في الموضوع، ما طلعش منه. قولي اللي تبغي وانا نعملو لك. أمن لي مستقبالي. ما أنت تشتغلي معايا في البوتيك. البوتيك؟ ما لي حاجة فيه. لما تطردني نبقى في الشارع. باش نقول لك السي علي، خلينا نتفرقوا صحاب كما تلاقينا صحاب. ما قدرش أسيبك يا سعاد، ما قدرش أتخلى عنك. عرفش كي مر الوقت عليا وأنا قاعد أستناك مثل الكلب. لو تبغيني رجع تكتب لي جزء من البوتيك وتكتب لي الشقة باسمي. اللي انت عايزه بس ترضي. اعطيني شيك مش حصرفه، حيبقى في ايدي ضمان. تحت امرك، بكره اجيبه لك. لا اعطيه لي الان. يا فاجره. ايش كتكتب؟ مشي اقل من 100,000. كتير علي. قايلي انا بوحدي وانا شكون عندي من غيرك؟ اعتبرني بحال مراتك، ولكن ماشي بحال مراتك اللي ما تسالش فيك. انا غير بغيت نامن مستقبلي من الغربه والزمان. يا لئيمة، خليني نعمل لك كاس ويسكي باش ينعشك. لا لا لا، الويسكي تنعسني، انتي اللي غتنعشيني. شويكا.
شايفة نصحتك يا عايدة؟ أنا خلاص زليته، هيبقى خاتم في صباعي، هدفعه ثمن الذل اللي شفته معاه. أنا كنت متأكدة إنك مش هتعرفي تسيبين. إحنا مربوطين مع بعض بخيط ما نقدرش نقطعه. أنا بكرهه رغم كل اللي بيعملي عشان يرضيني، لأنه حرمني عيش سني. بس دلوقتي خلاص عني لحظة، ده حتى عاملي حفلة عشان صالحنا وعزمك أنت وأمل. منصور، اهلا بكم صديق عمري منصور صاحب الكبر. يا رب يكون المكان عجبكم. معلوم تشيز دي صحة. انت شفت حريم السلطان؟ سي علي انت وعدتني نسمع صوت الست سعاد، دي الحفلة دي كلها معمولة عشانها ولازم نسمع صوتها. يبقى تغني تغني. طبعا احب اغني. انه ما كنت متخيله صوتها هالقد حلو. والله انا خايفه عليها تبقى واحده من حريم السلطان. ما بين راني صاحبتك ايه اللي فاضل على الجنة. عمر لازم اشوفك. ايوه دلوقتي. لا مش هقدر استنى لما تيجي، اديني العنوان وانا جايه. برافو برافو برافو، كنت هايلة. مرسي. على فكرة لو حبيت تغني أنا موجود، تقدر تيجي في أي وقت. برافو. إيه إلى إكسراودينير. ماشي إكسراودينير. يلا بينا إحنا نمشي. دابا غنيتي اليوم؟ أنا اليوم غتغني ليا وترقصي ليا بروحتي. مرسي ميغيل أنت. بس عشان مش عايز اتحرم. مش بتحرم يعني؟ طب تعالي بقى. قولي حرام قولي حرام. ها هتبطلي؟ ها
كده؟ طب تعالي بقى. عارف أجمل إحساس في الدنيا إنك تبقى قادر تحب. مش بس يحب على فكرة، كمان يتحب. نفسي أعرف بتقول عليا إيه دلوقتي وأنا معاك هنا. بقول عليك إنك ست صادقة، وإن أنتي ما حاولتيش تعملي معايا مناظر عشان تثبتي إن أنت ست كويسة. عايزة أعترف لك إن اقتحامك ليا وجرأتك عجبوني. وجودك معايا هنا محسسني إنك حرة، وأنا أحب الست الحرة. راجل جميل أوي، كلهم بيقولوا كده، بس اللي أجمل منك تفكيرك. تعرف أنت إيه أحلى حاجة فيكي؟ سهرك. يلا نروح. سهل، شرفت. تفضل. شو بتحبي نضيفك؟ مرسي، باخد كافيه. كافيه. حسام رئيس تحرير شكر لي فيك كثير. تعرفي أنا بباريس مقابلات كتير محددة، لكن هيدي المقابلة استثناء كرمالها العيون الحلوين. لا لا لا، ما في لزوم للتسجيل ديموزيل عمر. أنا محضر لك الأسئلة كلها والأجوبة كمان. مش أريح لك هيك؟ لا، شو التعب والمقابلة؟ ما فيك تبعتها مع أي حدا على الجريدة ونخسر الشوفة الحلوة؟ لا لا لا. أنت من بيروت ما هيك؟ نعم. من كم سنة وأنت بباريس؟ سنتين. هارو، شو هالكلام اللي عم بسمعه؟ لا لا لا، لازم يتربوا على كاريت. ما تقاطعني ولا كلمة. أنا فهمت ربيع على كل شيء. كلام الزعيم هو اللي بيمشي وبس. أنا تشرفت بمعرفتك ديموزيل أمل. يا ريت نقدر نعرف بعض أكثر وأكثر. أنا حاب استفيد من معلوماتك. حسام خبرني انك افضل وحده عنده. اي خدمه بتريدها هيدا كارتي. احلى كارت عندي هو جمالك ديموزيل امل. انت حلوه، حلوه كثير. انا بحب اتعرف عليكي واعرف افكارك وارائك بالحياه. فرصه تانية ان شاء الله، عن اذنك. لا
Le chef nous a ordonné de vous ramener. Allons-y. Arrêtez! Reculez que je puisse voir! Je sais, j'étais là-haut. Abdallah! Un appel pour vous. شو رأيك نتعشى الليلة بالريف؟ السيارة راح تجيك الساعة 9. Veuillez arrêter s'il vous plaît. رجع بلده وكانوا قتلوه عشان أرى قصير سيدي. المهم اهدي انتي بس اهدي. طب ليش هيك عمل بحاله؟ لأن حسام قال له يسيب الشغل آخر الشهر. حسام قال له يسيب الشغل؟ أيوة بيدعي إنه بيتعاطى المخدرات وبقى سكري ومهمل في شغل. مش ده السبب. السبب الصور اللي اديتها لنا أم حسان وعرف ينشرها. وحسام كان لازم يعاقبه عليها. شربي مبسوط منك قوي. ده لسه كان بيكلمني دلوقتي. مبسوط من شو؟ من شويه الورق المطبوع اللي عطيني اياهم؟ ما تركت لي مجال اساله سؤال واحد. شو هالانترفيو هيدا؟ ده ما يمنعش ان هو مبسوط منك قوي. ده موصيني عليكي قوي قوي قوي. عن اذنك استاذ حسام. الدنيا دي اخذ وعطى. سالو مون امور. ايه شحنة الامل دي؟ انت كنت مخبية ده فين؟ انت اللي خليت كل ده يطلع بقى. انت اللي جيت الموت فيه. تعرفي يا عايدة، انا مكنتش عايش قبل ما قبلك. عمر احنا لازم نفكر بجد في مستقبلنا. احنا لازم نرجع مصر. ليه نرجع؟ هو في عقل يفكر يسيب البلد دي بعد ما كون مستقبله ونجح؟ احنا هنفضل عايشين في غربة. انا بجد ابتديت ما استحملش. دي ازاي تحسي بالغربة وانت معايا؟ معرفش، الغربة زي نبات وحش بيكبر جوانا. كل ما افتكر النيل وشوش الناس الطيبين واهلي بحس بالضياع. ايوه دي جزرنا ما نقدرش ننساها، بس برضو فرص النجاح هنا اكبر بكتير. أنا زهقت من هنا خلاص. باريس بالنسبة لي بقت زي فستان قديم لبسته لحد ما شبعت.
صدقني ما فيش حاجة مخلياني هنا إلا أنت. وطول ما أنت في حضني مش هتحسي بالغربة أبدا. عمر أنا أم، عندي طفل عنده 6 سنين، استنيني أرجع له. أنت عمرك ما كلمتي معايا في الموضوع ده. هقول لك ايه، بس ابوه منعه يكلمني، مفهمه اني فضلت السفر عليه، وانا بقيت زي الشحاتة بشحت اخباره من كل الناس. بعد الطلاق ابوه خد حكم من المحكمة اني اشوفه مرة واحدة في الاسبوع في اسم بوليس. تصور اشوف ابني في اسم بوليس. لا كل ده جواكي. طب انت ليه ما بتحكيليش؟ احكي لك ايه ولا ايه؟ شوف يا عمر، انا لما سبت مصر كنت بهرب من حاجات كتير، تسلط جوزي عليا، عقدة انوثتي، ايه اللي مفروض يتعمل واللي ما يتعملش. كنت بهرب للحرية عشان أأكد فيها وجودي، لكن دلوقتي خلاص رميت كل ده من ورا ظهري. وقت رجعت ليها قدامك، يعني لا كأنك سافرتي ولا تغربتي، هتبتدي من الصفر يا عايدة. لا، لأني بقيت إنسانة تانية، عارفة طريقها كويس، وهكون أقوى وإنت معايا. أبقى معك إزاي بس وإنت في مصر؟ شو رايك اذا نشتري بيتزا ومناكلها عندك؟ ناكلها في المحل احسن. ليه عم تتهرب مني كمان؟ عشان بحبك ومش عايز اخسرك كصديق. Madame Dupont, c'est vous qui avez ouvert l'appartement et reçu les fleurs ? Non. Merci. أنا ما بنعمل معي. صار لي ساعة ناطر وحدي بالمطعم وما شرفت حضرتك. حتى ولا كلمة اعتذار. أنا ناطرك بأي وقت بتحددي. إن شاء الله يكون الورد عجبك. Oh là là, la plus belle voix du monde arabe. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Ça va. صراحه تخنقت مع السي علي وعايز اشتغل. انفع؟ تنفعي. تفضلي تفضلي. ده انا هخليكي ملكه الغناء في باريس. هعمل لك دعايه ما حصلتش. هجيب لك احسن اوركسترا في باريس. كل شيء انتهى وكل واحد فينا بطريق. يا هاد البنت
كيف قادرة تعيشي من غير يوم؟ انتي ملكي انتي والشقة دي وكل هدوم اللي عليك. ايه زيد بان على حقيقتك. انا لميت من الشارع وانتي بنت الشوارع. وانت مش راجل. لا مش راجل، انت عجوز وعاجز رخيصة مومس. بعتي نفسك شوية الفلوس. هدي هي اخر تضحيتي وعشرتي معاك. شنو مش لك الحقيقة؟ راجل متزوج شرا مومس فلوسه. انت رجل قذر وحقير من الشارع. رعيتي من دوران الشوارع ما تعوديش ترجعي لهنا مرة ثانية. انا لا بغيت نعرفك ولا بغيت نذكر اليوم اللي عرفتك فيه. الشارع سبيس دو بيت. خدي يا حبيبتي شربي. سليني وعايرني نسي كل اللي عملته عشان نسي شبابي اللي ضحيت بيه. كل ده عشان طلبت منه يأمن لي مستقبلي. عارفة يا سعاد العلاج بكاي اللي بيستعملوه البدو؟ نتهيأ لي هو ده علاجك. اللي قاله لك سي علي جارح ومؤلم لكن مظبوط. انا قلتلك من زمان تبعدي عنه وتدوري على طريق يأمن لك مستقبلك. سمعتيش كلامي؟ وديكي دلوقتي بتدفعي الثمن. حتى انت يا عايدة انا برضو مجروحة زيك يا سعاد، واقفة في نص طريق مش عارفة اختار ابني وبلدي وحياتي في كفة وحبي في الكفة التانية. مش قادرة اختار ولا عارفة اعمل ايه. بس على الاقل بترسمي والرسم بينسيكي. لا انتي غلطانة، العكس الرسم بيفوقني اكتر. صعبان علي اهلي وبلدي اللي سبتهم عشان وهم باريس. انت عارفه احنا مفروض نعمل ايه يا سعاد؟ ناخد قرار في حياتنا وساعتها كل مشاكلنا هتتحل. بتضحك ليه؟ الدنيا بتضحك ليه وانا يا ما شفت كتير بتاخدني بتحضني ومليني حبك
نحن يا قمر. ميرسي يا سي منصور، معروفك مش حنساه. معروف اللي انت عملتيه في الصاله اكبر معروف في الدنيا. ده كله من فضلك يا منصور. سعالي ده كلمني كذا مره وبيعاتبني، انا مش عارف انت ايه اللي كان عاجبك في الراجل ده. فلوس مش غني، حلاوه اعوذ بالله. الامان يا سي منصور. الامان ده لعبتي مش لعبته. انا عايزك تشيليه من دماغك خالص. انت النهارده اميره الغناء في باريس ومش محتاجه لحد خالص. الراجل ده لو بطل الدعم عن الجورنال هيتخرب بيتنا، وده لمصلحتك ولمصلحة الجورنال. يعني مستقبل الجريدة صار بإيدي أنا؟ ما أنتي عارفة حالتنا، وأنتي عارفة إن الجورنال ده عايش على الدعم اللي بيجي من هنا ومن هنا. على فكرة الزعيم انبسط قوي من تحقيقك. والمطلوب؟ بسيط، تاخدي له كام عدد من الجرايد اللي هو طلبهم مننا واشكري. أنا بدي أعرف هذا الرجال شو بده مني. مالي عارفيني من هالمهمة، أنا ما رح روح. دي نصيحة الأستاذ كمال صاحبك؟ طيب على كل الأحوال هضطر أبلغ الزعيم رفضك. يعني الجورنال بقى مؤسسة دعارة. شايف أنه أنا وياك عاملين عليكم بيل، وأصر أنه روح لعنده، وكمان وصلت معه القصة للتهديد. أنا مروح بدل ما أخش أضرب. كمال جاريف، تصور يا عمر تامر هنا في باريس. تامر مين؟ تامر ابني. شفتيه فين يا عيل؟ ما شفتوش، ماما قالت لي انه هنا في رحله مع المدرسه. ادوك العنوان بتاعه؟ لا ابوه ما قالهاش ان هو هنا، هي عرفت بالصدفه من ام واحد صاحبه. لازم اشوفه يا عمر، لازم ادور عليه. هندور عليه فين بس يا عايده؟ دي باريس كبيره قوي، وبعدين ابوه لا يمكن يجيبه هنا طول ما عارف انك موجوده. تامر وحشني قوي يا عمر، كل يوم بيعدي بحس انه هينساني. معلش يا حبيبي ولا تزعلي نفسك، تعالي نشم شويه هوا. أنا ماما يا تامر. ماما ماما، مش قلت لك ما تمسكش التليفون؟ دي ماما يا بابا. ماما ماما اللي سابتك ورمتك وسألتش عنك، بتكلمها يا عبيد.
شو هالمجنون هيدا؟ ده سكران ولا مبالبع؟ لا هيدا كان بده يقتلني. يقتلك ايه بس؟ تعال هاكلك اكل الكوارع جميله جدا. كوارع بباريس؟ هي تحلى الا في باريس. تعالي بس يلا. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا منصور. سعاد شكرك ليا انك تديني بوسه. لا لا يا منصور، انت مش طلبتي الحمايه والامان وانا تحت امرك، وفرت لي كل حاجه، عايزه ايه تاني؟ شغلي دلوقتي هو حمايتي، خلينا اصحاب احسن. اصحاب يبقى تعاملنا هياخد طريق تاني خالص. ايه هو الطريق التاني؟ انا بكره معزوم عند ساري عربي في بيت، عامل حفله وعازمني فيها، هاخدك تغني معايا. هيدفع كويس؟ والله بقى انت وشطارتك. أنا عارف إنك عم تشتغلي، الله يعطيك العافية. شو ما رح نشوفك؟ نحن ما بناكل ناس، بالعكس نحن مندلعهم كثير. لحد هلا كنا عم نمزح. Nous dirigeons vers le bois de Boulogne. Ta fête. كوني كلبة شوارع ما تعملي شريفي علي.
سافا؟ لبس عليك. رشيدة، انت تعرفيني؟ ايه كان عارفك، مشينا مدرسة سيدي بوتشيش. سعاد، سعاد، مي كيسكي تي في الي؟ مي الي لستومبي سعاد. يلا يا حبيبتي الراجل مستني. Qu'est-ce qu'elle est belle, mais c'est pas vrai. Elle est mignonne comme tout. Eh, اللي بتقوله ده. مكسيت سعاد. إيكوت. مش عاجبك الزبون. أنا موجودة حبيبتي. ها. ما تقلقيش خالص. رجالة ما تفوقي لنفسك يا سعاد، انت عارفة ان امل في المستشفى؟ مستشفى؟ ليه؟ حاولوا يقتلوها، ضربوا عليها رصاص. مين دول؟ حكاية وسخة، كل حاجة في البلد دي بالنسبة لنا بقت وسخة. انا خلاص قربت اتخنق. والبوليس ما عملش حاجة؟ بوليس؟ هو البوليس يعرف يعمل ايه مع الزعيم؟ انا عايزة اشوفها، احنا لازم نروح للمستشفى. الحمد لله على السلامة. نورتي بيك. هالمرة اجيت سليمة، المرة الجاي لا. هذا عم بيهددني هالمنحط. عشو مستنية؟ ما تبلغي البوليس. بوليس ايه؟ انتوا ناسينا ان احنا مش فرنساويين؟ يعني عمر البوليس ما هيعبرنا. بس انا رح اعرف كيف بدي اخد بكاري. الانتقام عمره ما يوصلك لاي نتيجة. خايفة عليكي قوي يا امل، خدي بالك من نفسك. الخوف هو اللي بدمرنا، بس انا رح اقاوم لاخر لحظة. على فكرة يا بنات، انا خلاص قررت ارجع مصر. مش ممكن يا عايدة، انا ما نقدرش نعيش من غيرك. انا بعرف قديه كان صعب عليك تاخدي هالقرار، بس بالنهاية كل واحد منا بده يشوف وين سعادته ويعملها. مشان هيك انا كمان قررت اتجوز كمان. برافو عليك، ده احلى خبر سمعته في حياتي. طب وفريد؟
بعمري ما راح انساه. بس كمال الانسان الوحيد اللي حسيت معه بالامان. وانت يا سعاد ناويه تعملي ايه؟ هغني لكم في المناسبه الحلوه دي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. شو بينا شو بينا يا حبيبي شو بينا، كنتو كنا تضلوا عنا وافترقنا. شو بينا شو Roger. Oui. Est-ce que tu arriverais à pardonner à une personne qui a vécu toute sa vie dans l'erreur? Bien sûr. Si cette personne est prête à changer sa vie. Je te le promets. Alors on récite la Fatiha. La Fatiha? Bien sûr. Comment tu la connais? Ma mère, elle est algérienne. Elle est musulmane. C'est vrai? Oui. Alors, recite la Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. أنا هعوضك عن كل حاجة خسرتيها في الدنيا. بعض يعني ابني مش ممكن يتعوض. ابنك هيكبر وهو اللي هيدور عليك. هو في أم بتتنسي؟ ما أقدرش أستنى لحد ما ابني يكبر وهو اللي يجيلي. لازم يحس إني عايزاه وإن أنا اللي بدور عليه. يا حبيبتي اسمك ابتدى يتشهر هنا، هتبقي رسامة عالمية. فكري بقى ما تضيعيش علينا الفرصة. عمر أنا اشتريت التذكرة وراجعة مصر. وأنا بعتيني بالسهولة دي. ما أقدرش أبيعك يا عمر. بس عمري ما هعرف اسعدك طول ما انا حاسه ان ببني سعادتي على سعاده ابني اللي ملوش ذنب في حاجه. عايده انا ما اقدرش اعيش من غيرك. ولا انا. انا راجعه مصر ومتاكده اني هلاقي حل لمشكله تامر، وساعتها يا سيدي هرجع لك واقول لك شبيك لبيك حبيبتك بين ايديك. خلاص اجي معاكي مصر، بس توعديني ان احنا نرجع سوا. من غير ما تيجي معايا اوعدك اول ما حل مشكلتي هنكون مع بعض في اي مكان في الدنيا. مش عايز اودعك علشان عمر ما هيبقى في وداع بينا. تعالي نتكلم في البيت احسن. البيت ما تغيرش زي ما هو. البيوت ما بتتغيرش.
احنا اللي بنتغير. انا مبسوط انك رجعتي لعقلك ونسيتي الكلام الفارغ اللي ضيع لك 4 سنين من عمرك. عشان كده انا مستعد ان اسامحك ونرجع زي الاول. ماما انت هتقعدي معانا على طول مش كده؟ مش هتسافري تاني. انتي عارفاني طول عمري راجل عملي، وعشان ما يحصلش اي خلاف لازم نكون متفقين على كل حاجة. انا اذنك لحظة. وحشتني قوي يا حبيبي. اصل بابي كان بيقول عليكي وحشة وانا كنت بسمع الكلام. انا عايزك تمضي على الورقة دي عشان رجعنا لبعض يبقى على نور. ورقة ايه؟ ده تعهد انك تتفرغي لتربية ابنك تماما، ده شرط رجوعنا لبعض. ومين قالك اني عايز ارجع لك؟ انت عمرك ما هتتغير. في الحالة دي مش هتشوفي ابنك. لا يا بابي دي مامي وانا هشوفها. كان ممكن تعمل ده وانا برا، انما دلوقتي بعد ما رجعت مفيش قوة في الدنيا هتمنعني اني اشوف ابني، حتى لو هدفع حياتي كلها تمن لده. انا منعك. وانا كمان همنعك. ابنك عندك اهو، امنعه. والورقة دي بقى تبلها وتشرب ميتها. يلا يا تامر. باي بابي، يمكن اعدي عليك بكرة. أنا كنت متأكد إنك رح تجي. مكان الأول لشو كل هالتعب؟ تعب بخلي المتعة أكبر. يا بنت الكلب، وين كنتي مخبية كل هالشي؟ زعيم نايم، ما حدا يزعجه. على ايروبار شارل دو غول.
كمال، انت الانسان الوحيد اللي حسيت معه بالامان. ولما مشيت من باريس حسيت اني مش رح اقدر اعيش مع اي حدا تاني غيرك. على العموم انا حاخدك على مكان دلوقتي، انا عارف انك بتحبي قوي. ومن هاللحظه انا معك باي مكان. تقبل الله. بصي